السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد عبد الله من المملكة العربية السعودية. أنا جيت لتركيا إسطنبول عشان أعمل زراعة شعر في المركز الألماني. صراحة الخدمة في المطار كانت مرة تمام، والهوتيل كان مرة حلو قريب، والدكتورة بنار كانت مرة تمام من البداية إلى النهاية. وأنا أنصحكم كلكم أي واحد يبغى يسوي زراعة يجي المركز الألماني.